مساء الخير، ازيكم؟ في يوميا 37 مليون جرعة من لقاح فايزر بيتاخدوا على مستوى العالم. لغاية النهاردة في 8 بليون جرعة اتعاموا بيها الناس بلقاح فايزر في 180 دولة على مستوى العالم، منهم حوالي نص مليون جرعة في الولايات المتحدة الأمريكية. لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد اللي واخد موافقة نهائية لغاية النهاردة من الـ FDA اللي هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية. هتكلم النهاردة عن كل حاجة تخص لقاح فايزر، موضوع التهابات عضلة القلب اللي الناس قلقانة منه، هتكلم عن إعطائه للأطفال من سن 12 سنة لأكبر، وأنا عاملة فيديو منفصل من سن 5 سنين لأكبر. أنا اسمي باكينام الحفناوي والقناة دي لطوارئ البيوت. تعالوا نبتدي على طول، ما نضيعش وقت. لقاح فايزر اسمه كوميرانتي، شركة فايزر عاملاه اسمه كوميرانتي. اللقاح ده اخد موافقة نهائية من الـ FDA في اغسطس اللي فات، وشغال كل الفترة اللي قبلها زيه زي بقية اللقاحات بالموافقة الطارئة اللي هي بيقولوا عليها الـ Emergency Use Authorization. وهو على فكرة مجاز خلاص نهائيا فوق 16 سنة، تحت 16 سنة من 5 ل 15 سنة هو برضو بيتاخد بالموافقة الطارئة لغاية النهاردة. لقاح فايزر بيشتغل ازاي؟ ببساطة هو عبارة عن بيقولوا عليهم الماسنجر RNA vaccines. يعني بيعمل ايه؟ يعني كأنه بيكتب رسالة صغيرة او شفرة، الشفرة دي الجسم بيقدر يقراها، الرسالة دي الجسم بيقدر يقراها، لما بيقراها بيكون بروتين شبه قوي فيروس الكورونا. البروتين بس مش هو الفيروس طبعا، البروتين اللي اتكون ده المناعة بتشوفه، بتبتدي تعمل جدار مناعي قوي واجسام مضادة تهاجمه، فببقى خلاص انا حفظته وعرفته. لو جات لي الكورونا نفسها بكون ايه؟ بكون خلاص بقى انا عارف الشكل ده قبل كده ومتعود عليه ومجهز الجيش بتاعي عشان يواجهه بسرعة. لقاحات الماسنجر RNA هو فايزر وموديرنا، ودي اقوى واعلى فعالية واعلى نتائج بتشوفوها من كل اللقاحات. لقاح فايزر نسبة الـ effectiveness او يعني الفعالية بتاعته بتوصل لحاجة 95% في الكبار، في الاطفال بتوصل لحوالي 90%، وده يمكن عشان بول او العدد اللي بنجرب عليه اقل شوية. دلتا، لما حصل دلتا كورونا بالذات في امريكا، اللقاح ادانا مناعة حوالي حاجة و80%، وده حلو جدا. واصلا فوق ال 50%، اي لقاح بيجي فوق ال 50% هو لقاح فعال وعظيم، فحاجة و90% وحاجة و80% ده عظيم. بالنسبة للأوميكرون اللي احنا فيه دلوقتي، فايزر لسه منزلة ستيتمنت من حوالي يومين بس، بتقول انه اللقاح يقدر يقضي على أوميكرون بثلاث جرعات. يعني الفرق الوحيد انه جرعتين هتبقى اقل شوية في المناعة من دلتا. يعني ممكن تقولوا مثلا، هما ما قالوش ارقام، بس ممكن تقولوا احنا مثلا نزلنا لل70%، فعشان يجيبوا احسن واحسن هيدوا تالت جرعة عشان تحمي من الأوميكرون. فحتى الأوميكرون والحاجات الجديدة اللي نازلة اللقاح بيحمي منها بنسبة كويسة جدا. اللقاحات مش بتحمي من ان انا ما يجيليش كورونا اصلا، لا، اللقاحات بتحميني ان لو جالي كورونا بعد الشر ما يدخلنيش مستشفى، ما يودينيش بعد الشر، يعني ما يحصلش وفاة. فطبعا حتى المطعمين لازم يلتزموا بالماسك والكلام ده. لقاح فايزر بيتحفظ في درجة حرارة واطية جدا في الفريزر، هو موديرنا، بس دلوقتي في تعديل بيتعمل عليه لسه هيوصل لنا. التعديل ده زي بافر كده او حاجة بيحطوها مختلفة، بقت تخليه يعيش فترات اطول، يعني ممكن يعيش في التلاجة فترات اطول، وده احسن لنا كلنا. هو حاليا بيعيش في التلاجة حوالي شهر، طبعا محدش بيخليه في التلاجة شهر، يعني هو اصلا الفايل بيستخدم لكذا حد عشان تخزينه صعب، فعاملينه مالتي دوز هو والموديرنا، فبيستخدم بيسحبوا منه الجرعات، وممكن على اخر يوم يكون خلص، او على اخر يوم يكونوا فتحوا منه كمان كذا واحدة، فمحدش يقلق ان هو مثلا اتحفظ في التلاجات فمش هيبقى فعال، لا، هو فعال والناس بيجي لها اعراض جانبية تؤكد ان هم ايه، خلاص يعني اخدوا مناعة. بالنسبة لاعراض اعراض فايزر، فهي شبه بقية الاعراض بتاعة لقاحات كورونا، من ناحية الصداع، من ناحية وجع مكان الحقنة، من ناحية شوية انه جسمي بيبقى مكسر، بيبقى عندي اعراض شبه اعراض البرد. بيفرق ايه عن بقية اللقاحات؟ انه شوية بيبقى فيه ميل للقيء، بيبقى فيه ممكن ناس يجي لها نوزي يعني تحس انها عايزة ترجع، وناس يجي لها فوميتنج ترجع فعلا. طبعا السخونية دي بتحصل مع اي لقاح،
لقاحات موديرنا وفايزر اللي بتشتغل بالماسنجر ار ان ايه، ممكن الناس اللي بيجي لها تحسس من اللقاحات يجي لها منها تحسس نسبيا اعلى. فلو حضرتك عندك اصلا حساسيه بنسلين، حساسيات من ادويه او الكلام ده، دايما بعد ما تاخد اللقاح لازم تقعد في الوحده من ربع ساعه لنص ساعه تطمن ان مفيش اي رياكشن حصل، عشان لو في رياكشن حصل يدولك دواء والموضوع يتحل بسهوله، ما نلجاش المشكله يعني، ما تحصلش مشكله اكبر. من ضمن برضو الاعراض المختلفه في فايزر وموديرنا، انه دايما فايزر وموديرنا اعراضهم بتحصل اكتر بعد الجرعه الثانيه مش الجرعه الاولى، يعني دي فيري كومن انها بتحصل، لانه بعد الجرعه الثانيه احس ان انا تعبان اكتر من الجرعه الاولانيه، مع ان بقيه اللقاحات كان دايما انا بتعب قوي في الجرعه الاولى وبعدين الدنيا بتتحسن. بالنسبه لالتهابات عضله القلب اللي ناس كتير قوي بتتكلم عنها، عرض التهابات عضله القلب حصل فعلا، حصل مع فايزر وموديرنا، بس حصل قد ايه؟ احنا بنتكلم عن انه في 8 بليون على مستوى العالم اخذوا اللقاح، في كام بقى منهم حصل له؟ يعني هل مثلا ده بيحصل في واحد كل 10 جوه الاوضه بيطعموا؟ لا. هل واحد كل 1000؟ لا. واحد كل 10000؟ لا. بيحصل في حوالي واحد او اتنين كل 100000 اتطعموا. بتحصل في مين اكتر؟ الاحصائيات بتقول انه الذكور ممكن يبقى عندهم الريسك للعرض شديد الندرة ده اكتر من الاناث، وبالذات اللي عمرهم تحت ال30. لما قارنوا فايزر بموديرنا لغاية النهاردة المقارنات في صف فايزر، انه نسبة الاصابة بالعرض النادر اقل نسبيا من موديرنا، عشان كده هم بيفضلوا فايزر في الفئة العمرية اللي تحت ال30 عن موديرنا. لو لما تقارنوا الرقم تلاقوا ارقام بسيطه قوي، يعني مثلا هنا مثلا 8 حصل لهم، هنا 10 حصل لهم، ارقام بسيطه بس طبعا مش بسيطه في حياه البني ادمين. طب هو ايه التهاب عضله القلب؟ دي حاجه خطيره يعني؟ لا، مفيش ولا حد من اللي جاله التهابات عضله القلب بعد الشهر حصل له وفاه. من ضمن الناس اللي حصل لهم حوالي 95% كانت اعراض بسيطه جدا وسابوا المستشفى في خلال يومين او اقل. ال5% بس هم اللي دخلوا المستشفى وقعدوا فيها فتره اطول بس برضو اتحسنوا وخرجوا. طيب العرض نادر جدا، 1 في 100000، ده بالنسبه لنا في الطب حاجه بسيطه قوي، يعني احنا مثلا انت مثلا بعد شهر معرض من المسكن البروفين اللي بتاخده معرض انه يجيب قرحه في المعده مئات الاضعاف اكتر بكتير، وبرغم من كده محدش فينا بيجي له قرحه في المعده الا لو استخدمه فترات طويله قوي وكتر في الجرعات. المسكنات العادية دي بتجيب فشل كلوي، هل حد فيكم شاف عدد كبير من الناس جاله فشل كلوي؟ لا، مع انه نسبتها عالية. هنا في اللقاح نسبة المايكاردايتس او التهابات عضلة القلب او الغشاء المغلف لعضلة القلب اقل بكتير. فما تقلقوش، مفيش حاجة. طيب برضو احتياطي، ايه الاعراض اللي انا تابعها عشان ابقى مطمن ان الحمد لله انا سليم وما حصليش اي حاجة؟ بعد الجرعة التانية، هي عادة ممكن تحصل لو بعد الشهر حصلت بعد الجرعة التانية مش بعد الجرعة الأولى. بتحصل غالبا في خلال أسبوع من الجرعة التانية. إيه الأعراض؟ بحس إن في عدم انتظام في ضربات القلب بشكل غريب وغير ملحوظ، أو بحس إن في وجع في الصدر، أو إن أنا مش قادر آخد نفسي مرتاح. مش الأعراض العادية بتاعت فايزر، يعني الأعراض العادية بتاعت اللقاحات دايما الواحد بيحس إن في شكة أو وجع هنا في الصدر من ناحية الشمال، ده عشان الغدد الليمفاوية ناحية الاندر ارم او منطقه تحت الابط بتبقى اوريدي اشتغلت وتنبهت، فعشان كده دايما تحس بوجع في الناحيه دي. لا، مش هو ده التشست بين اللي يخوف، تاني ده حاجه فظيعه جدا، وجع فظيع عمر ما الواحد حس بيه قبل كده بعد الشر عليكم، ونادر جدا وما بيحصلش. لو حصل يعني 1 في 100000، طبعا بنروح بسرعه المستشفى عشان ناخد اكشن. طيب بالنسبه بقى للاطفال، دي اخر حاجه ويمكن اهم حاجه بالنسبه لكتير من الامهات. لغاية النهاردة في حوالي 1 مليون طفل في أمريكا، أنا بتكلم عن الناس اللي فوق 12، من 12 ل 17 مثلا أو 16 سنة، أطفال ومراهقين، في حوالي 1 مليون طفل في أمريكا اتطعموا من فايزر، الحمد لله زي الفل ما حصلهمش حاجة. النتائج في الأطفال أحسن بكتير من النتائج في الكبار من ناحية الفعالية لما قارنوها، حتى الأعراض الجانبية أخف. بالنسبة للدول العربية، فالإمارات من أول الدول اللي طعمت، وفي أرقام برضو كبيرة، السعودية طعمت كويس قوي، وعلى فكرة قبل ما يطعموا جربوا على فئات قليلة مثلا 1000 طفل يطمنوا، إلى جانب طبعا الموافقات العالمية اللي فيها كل دول العالم دلوقتي بتطعم الأطفال. طيب هما ليه بيطعموا الأطفال؟ أنا بقول لكم، مش بقول لكم رأيي، أنا بقول لكم الطب وأنتوا براحتكم، يعني الإحصائيات وأنتوا زي ما تشوفوا.
المزايا والعيوب هقولها لكم. ليه بيطعموا الاطفال؟ اولا وقف الدراسه فترات طويله بقى ليه امباكت سلبي جدا على الولاد، مش بس في التحصيل الدراسي، في الذكاء، في النمو، في العلاقات الاجتماعيه، في الحالات النفسيه بالنسبه للاطفال، فهم مش عايزين يدوم وقف الدراسه. نمره اتنين، هم لما قارنوا ان ممكن يبقى فيه بعد الشر اعراض نادره جدا 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 او شويه تعب وسخونيه بتحصل للولاد، لما قارنوها بالمزايا الكبيره بتاعت انها تحميهم من كورونا او تخلي دور الكورونا صعب عليهم، لانه دلتا بالذات انتشرت بسرعه قوي ما بين الاطفال في امريكا وخلت اطفال كتير يروحوا على المستشفى اكتر من زمان. زمان كان الفيروس ما بيأذيش الاطفال خالص، فلقوا ان ده حمايه وده افضل كتير. في دول بدات تدعم سينوفارم للاطفال، مثلا بحرين، في دول اخرى برضو دول عربيه بدات. على مستوى افريقيا بالنسبه لفايزر، فالاردن، الاردن مش في افريقيا اصلا عامه، الاردن بتطعم، المغرب بتطعم، ده كلام اللي بتنقله لنا الويب سايتس اللي بتعمل احصائيات. فالتطعيم بالنسبه للاطفال نسبته او الارقام اللي طلع لنا لغايه دلوقتي على نقدر نقول اكتر من مليون طفل هي آمنة، بيحميهم من الكورونا؟ اه طبعا بيحميهم بنسبة كبيرة جدا. مين الأطفال اللي ممكن تتحمس ان انت تديهم التطعيم؟ اولا الأطفال اللي عندهم مشاكل أمراض مزمنة، يعني مثلا طفل عنده ربو، طفل بيعاني من سكر من وهو صغير، مثلا شاب عنده مرض مزمن أو مناعي بيخليه يتعرض للإصابات بشكل كبير. في أطفال عامل عمليات زرع كلى مثلا، في اطفال عندها اورام بعد الشر على كل اولادكم، دول بالنسبه لهم الكورونا هتبقى قاسيه جدا جدا. فالتطعيم دلوقتي في المرحله دي هيديهم ماكسيمم بنفيت، يعني هيحميهم بشكل كبير. في كل الاحوال لو انت ضد تطعيم الاطفال او حتى ضد تطعيم الكبار، من فضلك التزم بالاجراءات الاحترازيه والبس الماسك.